أحل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه الذهن والتنبيه، وباعدنا فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قونا فيه على إقامة أمرك، وأذقنا فيه حلاوة ذكرك، وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه، وجنبنا فيه من هفواته وآثامه، وارزقنا فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء وصحبة الكرام. اللهم اجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك، واهدنا فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتنا إلى مرضاتك الجامعة. اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم حبب إلينا فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان، وحرم علينا فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اللهم زينا فيه بالستر والعفاف، واسترنا فيه بإلباس القنوع والكفاف، وأحملنا فيه على العدل والإنصاف، وأمنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقذار، وصبرنا فيه على كائنات الأقدار،
ووفقنا فيه للتقى وصحبة الأبرار. اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات، واقبلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدورنا بإنابة المخبتين. اللهم وفقنا فيه لموافقة الأبرار، وجنبنا فيه مرافقة الأشرار. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال، وقض لنا فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم نبهنا فيه لبركات أسحاره، ونور قلوبنا بضياء أنواره. اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان، اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان، واغلق عنا فيه أبواب النيران، ووفقنا فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين، اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلا، واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا. اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا فيه لموجبات مرضاتك. اللهم اغسلنا فيه من الذنوب، اللهم اغسلنا فيه من الذنوب، وطهرنا فيه من العيوب، وامتحن قلوبنا فيه بتقوى القلوب. يا مقيل عثرات المذنبين، يا مقيل عثرات المذنبين. اللهم إنا نسألك فيه ما يرضيك، ونعوذ بك مما يؤذيك، ونسألك التوفيق فيه لأن نطيعك ولا نعصيك. اللهم ارزقنا فيه فضل ليلة القدر، وصير أمورنا فيه من العسر إلى اليسر. اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول، على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم.
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.